اهلا فيكم بحلقه جديده من اريبيا انبوكسينج. اليوم حلقه خاصه من الحلقات اللي بنعملهم ونعرفكم على خمس تطبيقات خويت. اليوم دائما خويت. اليوم الخمس تطبيقات اللي بدي اعرفكم عليهم خاصهم بالانهانسد رياليتي. انهانسد رياليتي يعني الواقع المعزز، يعني ابلكيشنز فيكم تستعملون حيعززوا العالم اللي حواليكم، يعني مش فيرتشوال رياليتي وين بنفوت كومبليتلي بعالم تاني، هو اللي حيساعدونا بالعالم اللي حوالينا. اليوم الجائزة تبع اللوكي لايك جيف اواي كونتيست، ما زال عم نحكي عن ابلكيشنز، حتكون بطاقات شرائية جيفت كاردز، وحنهديكم جيفت كارد بالابل ستور $50 وجيفت كارد بالجوجل بلاي ستور $50. بقى شو ما يكون معكم تليفون حتقدروا تشتروا الابليكيشنز اللي بيعجبوكم. اذا معكم اثنين تليفون بهنيكم حتقدروا تستعملوا اثنيناتهم، واذا لا تستعملوا وحده بتهدوا وحده، يعني بتعملوا اللي بدكم اياه. هون على كل حال جائزة اليوم بقيمه $100. قبل ما بلش خليني اذكركم على السريع كيف تعملوا تلعبوا وتربحوا معنا بهالشورت فيلم صغير رول فيلم. قوانين اللوكي لايك جيف اواي كونتيست. اول شيء من هلا ورايح بكل فيديو حيبين معنا اللوكي لايك بوكس. اللوكي لايك بوكس هيدا هو. اللوكي لايك بوكس بيطلع كذا مره بالفيديو بطريقه عشوائيه، وفي يطلع وين ما كان بالفيديو، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون، ووقتها بيبين اللوكي لايك بوكس حيطلع منه رقم. هول الارقام اللي بيبينوا بتسجلون باخر الحلقه بتجمعون وبيطلع معكم رقم نهائي. ثاني شيء وقتها بيصير معنا الجواب بنروح على صفحه الانستغرام تبع اريبيا انبوكسينج، بنلاقي البوست اللي خصه بالفيديو اللي شفناه، وبنحط الجواب بالكومنتس تبع هالفيديو. نعمل لايك لانه لوكي لايك للبوست، ومنتأكد نكون عاملين فولو للأكاونت، ومنعمل منشن لثلاثة من أصحابنا بالكومنت مع الجواب. ثالث شيء على يوتيوب كمان منعمل لايك للفيديو لأنه لوكي لايك بوكس، ونعمل سبسكرايب للشانل إذا بعد مش عاملين سبسكرايب. وهي هي شفتوا ما في أهين من هيك. بعد ما نكون لعبنا بننطر الأسبوع القادم وقتها بتنزل الفيديو الجديد تبع عربي أنبوكسينج، وحننزل بانر مع اسم الربحان بيشوف حاله ربحان. هالبانر حتنزل مش بأول الفيديو، بنص الفيديو بطريقة عشوائية. كل مرة الربحان بيتصل معنا دغري على الدي ام على الانستغرام، وبنبعث له دغري الجائزة. مع عربي أنبوكسينج صاحب كل لوكي لايك حياخد جوائز خويت. لكن ما تنسوا تنتبهوا على الضبط وين حيكونوا اللوكي لايك بوكسز خلال الحلقة، وما تنسوا انه كمان خلال هالحلقة حيبين اسم اللي ربح معنا تبع جائزة حلقة الماضي. خليني بلش. اول ابليكيشن بدي احكي عنها اسمها انكونتر. انكونتر ابليكيشن بتخلينا نشوف كيف حيكون تاتو على جسمنا قبل ما نحطه. يعني اذا بتتذكروا كنا عاملين حلقة مع مكنة اسمها برينكر اللي هي بتحط عن جد تاتو على جسمنا بضاين 48 ساعة. هيدي حتستعمل الانهانس رياليتي تحط تاتو. اما تاتو اللي بدنا نعمله يعني لانه فينا نعمل ابلود للديزاين، اما تاتوات من الجاليري اللي موجوده عندهم لكانوا حتى اذا كانوا بلاك اند وايت، اما الوان شيء مطرح بجسمنا. حفرجيكم كيف تمشي لانه عن جد هيدي الابلكيشن اخوات. خلينا نطلع عليها شوي. بنشوف هون انكونتر في عنا كذا ديزاينز، في عنا ماي فوتوز بيخلينا نشوف القصص اللي كنا مجربينهم قبل. هيدي كم موديل كنت انا مجربهم قبل تعمل تيستينج عليها. وماي تاتوز، اد يور تاتو، كرييت تكست تاتو، يعني اذا بدنا نحن نحط الصوره تبع التاتو اللي حابين نعمله، اما اذا بس بدنا نحط تكست. وهون تاتو جاليري. بقى خليني نقي هيدي، خلينا نقول هيدا ذا ماسك ما اذا بنذكره، وخلينا نحط تراي. بقى وقتها بنحط تراي شو بيقلنا؟ بيقلنا بدنا ناخد جسم ونرسم مثل هيدا السمايل على 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 البشره. بقى هون حاستعين بمصطفى كرمال نجرب هيدي الابلكيشن، لانه انا هيدي ايد اليمين ما بعرف ارسم بايد الشمال، وايد الشمال مثل ما شايفين اوريدي. بقى هيدي ايد مصطفى مثل ما شايفين ايد حلوه كثير، وحنقدر خلينا نشوف. بقى هون بيقولوا لنا نرسم مثل سمايل اللي هن واحد اثنين، بعتقد هيدي كرمال يقدر يشوفها الكاميرا وتقدر تعرف انه هون
بدها تعمل تاتو. بقى لكن خلينا نشوف هون بقريها ها بيحط التاتو وحقدر هلا بركي بدي اتعود لها بس وباخد صورة. بقى هون سيف الصورة وبسيفها على التليفون وصار فيه يروح على الجاليري تبعي وشوف انه هيدي الصورة اللي حيكون التاتو اذا عمله بيكون بيبين هيك على ايده. بقى مثل ما شايفين يعني عن جد شو رأيك؟ كبر له اياها. شو رأيك تعملوا هيدا التاتو؟ اوكي اوكي مش الحر. بقى فينا نجرب كذا موديل اكيد وشفنا كيف تمشي حتى بتشيل السمايل يعني اكيد هيدا اللي رسمناه اذا شايفين بتشيله وبتحط التاتو محله يعني انهانس رياليتي. انكونتر بتلاقوها على الاب ستور والجوجل بلاي ستور بقى على ايفون واندرويد. الابلكيشن فري يعني مجانيه تتعملوها داونلود وتستعملوها ما في عليها اي ريستريكشن بس اذا بدكم تشيلوا الدعايات واذا بدكم تشيلوا الووتر مارك اللي بيبين بالصوره بس حقها 99 سنت بس ما ضروري لانه عن جد اصلا ما بتزعج وبعدين فينا نعمل كروب للصوره وبنشيلها على كل حال. بقى كتير بتنفع وحتى يعني ما ضروري يكون واحد بده يعمل تاتو بكون قاعد مع اصحاب بتقول له خي شو رايك اذا بدكم وبيمشي الحال. بقى خلينا نقطع على تاني ابلكيشن. تاني ابلكيشن اللي بدي احكيكم عنها اليوم اسمها سيك. سيك ابلكيشن بتخلينا نفتش يعني بتخلينا نشوف العالم حوالينا دائما وين ما نكون في عنا حشرات فواكه شجرة زهور عشب يعني شو ما كان اللي حوالينا اللي خاصه بالنيتشر بتستعمل ايمج ريكوجنيشن تكنولوجي تتعلمنا ع شو حوالينا يعني كم مرة قاطعين بشي جنينة قلتيه هيدي شو اسمها اما هيدي الزهرة شو اسمها اما هيدا الفواكه شو اسمه اما شجرة شو يعني اما حتى حشرة يعني حتستعمل الانهانس رياليتي تتعلمنا على العالم اللي حوالينا. هلا نحن بالستوديو ما في عالم حوالينا بس هعملكم ديمونستريشن سريع عنا. بقى شيء منفوت هون منفوت عليها بياخد اللوكيشن لانه بيساعد كمان بيستعمل اللوكيشن لانه حسب ويننا بالعالم بيساعده يعرف انه بهالعالم في اكثر من هالسبيسيز تبع فواكه اما شو ما كان. بقى بتستعمل جي بي اس واذا منفوت على الكاميرا هون حيطلب منا انه scanning the environment تنشوف شو في حوالينا وشو بده يعمل identification. بقى حعمل تست سريع هون معي ليمونة بقى تنشوف هلا مفروض يعرف الليمونة بس انه بس تنفاجيكم كيف تمشي. نجي لهون من نبرم حواليها بدنا ننطر يكون كله على الاخضر صاروا كلهم خضر نكبس كليك allow access وصار سيب الصورة وقالنا orange ليمونة. وإذا بدنا نشوف نتعلم أكثر على orange فينا نكبس view species وبيعلمنا عنا امتى الموسم تبعه امتى يعني كتير معلومات مهمة على اللي عم نشوفه حوالينا. خلينا نعمل تاني تيست مع التفاحة كمان عن جديد نرجع نبرم وهون دغري قالنا apples ناخد الصورة وبيسيف الصورة وبيحكينا عن التفاح. هلا حارجع اعملكم كم تيست بتشوفهم هون حيقطعوا بالسكرين هون اما هون حسب وين حيحطوا الليتر عن كم قصص شفناهم برا بس فهمتوا الكونسبت تبع هالابليكيشن كونسبت كتير انترستينج لانه يعني اذا مثلي وقت منكون برا دايما انا عند الحشري يعرف وهي شو وهي شو وهي شو حتى الحشرات حتى كل شيء حوالينا دغري يعمل له ايدنتيفيكيشن وبيخبرنا عنه. بقى فيري انترستينج وموجوده اكيد على الابل ستور والاندرويد ستور ومجانيه تعملوها ما فيها اي ريستريكشنز ما فيها اي دفع ما فيها شيء فينا نستعملها قد ما بدنا بلا ما ندفع اي شيء. وخلينا نقطع على ثالث ابلكيشن. ثالث ابلكيشن بدي احكيكم عنها اليوم اسمها تيب ميجر. تيب ميجر ابلكيشن بتخلينا يعني اذا بدي احكي عنها بدي خمس حلقات لحالها قد ما فيها اوبشنز بس بيسكلي اللي بتخلينا نعمل ميجرينج قياسات بالعالم اللي حوالينا مع التليفون بس اكثر من هيك يعني كل نوع القياسات معقول تتصورهم
اذا بفوت هون على التولز فينا نعمل point and shoot ruler, air mode surface measure, فينا نعمل floor plan, angle, laser level. يعني مثل ما شايفين في 100,000 شغلة مش هنلحق نعملهم كلهم, بس هعملكم demonstration واحدة اللي أنا بتعجبني أكتر شي فيها, هي إذا أيام بدنا نعلق لوحة على الحيط بالبيت وبس إنه مش عارفين بدنا نسأل حدا إنه شو رأيك كيف تطلع هون, شو قبل ما نحطها بدنا ناخد فكرة. منفوت على painting, هيك فرجيكم كيف تمشي. منفوت على painting hang a virtual picture. خليني أنا اجي هون بالستوديو. بالاول حيقلنا خلينا نعمل ديفايننج للحيط تبعنا. بقى هون انا حقله حسب, خلينا نحسب انه هذا الحيط اللي بدنا نحط عليه البينتينج. حقله اوكي, وهون حقله حيقلي شو هي الصورة اللي بدك تعلقها. انا حقله هيدي, حاجي لهون حقبس هيك وححط قياسة, ححط له اوكي. وهلأ صار فيني هز, صار فيني هز وجزدر, وفي عندي هالصورة معلقة على الحيط, وفي اخد صورة حطها, ناخد صورة بيسيب الصورة, صار عندي صورة في ابعتها للاصحاب, لخطيبتي, مرتي, امي, مين ما كان, قل لهم شو رأيك بهاللوحة على الحيط. يعني عن جد شي خويت خويت خويت. خليني اعمل تاني تيست وهيك سريع, اتمنى اخوات انه خليني انه اقول بدي شوف قيس هذه الطاولة من هالقرنة لهالقرنة. حاجي لهون حقبص هيك, ححط هيدي هون وقفها, وحيقلي عزبت 24.6 سنتي, وفي ابرم شوف المسرة تبعي كيف محطوطة. يعني عن جد ابليكيشن كتير 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 يوسفل, هخليكم تعملوها داونلود وتكتشفوها. بس انا الشغلة اللي انا عدتني اكتر شيء هي قصة اذا بدي حط لوحة على الحيط, يعني مثل ما شفتوا عن جد فظيعة. ابليكيشن بتلاقوها اكيد على ابل وعلى اندرويد, وكمان ببلاش يعني مجانية, تعملوها داونلود ما في عليها اي ريستيكشنز على ولا واحد من التولز تبعها. خلينا اقطع على رابع ابليكيشن. رابع ابليكيشن اللي بدي احكيكم عنها اليوم هي جوجل ترانسليت, الابليكيشن جوجل ترانسليت. هلا اكيد حتقولوا لي انه ابليكيشن ترجمه, اوكي اكيد في عنا كتير, بس والجوجل ترانسليت عندها كذا شغله بتعملون اللي هن كتير بينفعوا. منهم عندها سبورت لاكثر من 100 لغه, عندها سبورت لاوفلاين ترانسليشن مود, عندها 100 شغله. بس الشغله اللي خاصه بالانهانس رياليتي اللي بدي افرجيكم اياها هي الكاميرا اوبشن تبعها, اللي هي حنكبسها وحنحط التليفون تبعنا على اي تكست باي لغه, وفورا حيترجم لنا اياه على اللغه اللي نحن بنفهمها. يعني قد ايه هيدي العازي وقت بنكون مسافرين وما عندنا, ما بدنا نرجع ننقل شغله تنشوف شو الترانسليشن, دغري بنحط الكاميرا وبنفهم شو مكتوب. يعني خلينا اعمل لكم ديمونستريشن على السريع من العربي للانجليزي ومن الانجليزي للعربي. عندي هون مجله, عندي هون جريده بالعربي بتحكي عن بيروت واجواء العيد ببيروت. بقى خلينا نحسب انه انا ما بفهم عربي, حاخذ هيدي المجله وححط الابلكيشن عليها. التليفون حيقول لنا ايم التكست, حنعمل هيك و انا حطيت انجليزي للعربي, بدنا نحطها عربي للانجليزي اذا لا اكيد مش هتفهم. وهون مكتوب بيروت ترتدي حلت العيد رغم الالم, وهون حيطلنا بيروت wears the عيد suit despite the pain. يعني عن جد translation 100% جايبتها, ومش بس title. يعني اذا بنفوت على الباراجراف كمان حيعملنا translation لقلها, وحنقدر نقرأ شو مكتوب بالانجليزي. بقى هيدي من العربي للانجليزي. واذا بدنا بالقلب, واكيد قلنا في 100 لغة, يعني اذا بدنا بالقلب لانه كمان كتير بتصير معنا مسافرين على شي بلد, و انا اللي بتصير اكتر شيء معي بكون بشي مطعم وبدي اقرا المنيو وما في منيو ولا يعني باللغه, في باللغه اللي بلد انا فيه بس ما بيحطوا ولا انجليزي ولا عربي ولا. بقى هيدي بتنفع اكتر شيء, بس اكيد فيها 100,000 استعمال اذا بدنا نفتش على قصص على الطريق, اذا بدنا نفهم اشارات السير, اذا بدنا نقرا خرايط. يعني في 100,000 استعمال. بس خلينا نجرب على منيو. هون عندي كذا منيو, خلينا اكيد تمام ننسى نحطها من انجليزي للعربي. بقى هون عنا مطعم بيقلنا bring home the authentic Lebanese taste. بقى ححطها هيك, وشو حيقلي, حيقلي
احضر اصيله طعم لبناني، يعني انه الاكل اللبناني الاصلي. خلينا نجرب كمان جوات منيو، لانه ايام اوكي عم نشوف نفهم انه هيدا برجر، بس بدي نقي اي، بدي اعرف كل واحد شو بيجي قصص جواته. كمان عن جديد ححط الابليكيشن فوقه، حانطر ثانيه وحيترجم لي اياها بالعربي، تا اما باللغه اللي انا بفهمها تقدر اعرف شو حاطلب شو حاكل. خليني اقطع على اخر ابليكيشن تبعنا اليوم. اخر ابليكيشن معنا اليوم بالانهانسد رياليتي ابليكيشن، اكيد كان بدي نقي ابليكيشن لعبه لانه كلنا بنحب اللعب، واكيد لعب بالانهانسد رياليتي حلو كتير. بقلكم صراحه كنت عم فتش على ابليكيشن، جربت كذا وحده وهيدي قد ما عجبتني صرت الان فيها كل يوم عم بلعبها، هي اسمها نايتفول اي ار. نايتفول اي ار حتعمل لنا يعني مثل باتل فيلد على الطاولة اللي قدامنا، وحنقدر نبرم حواليها ونفوت ونظهر. يعني هلا حفرجيكم لانه ما مش عارف كيف خبركم غير ما تشوفوه. خلينا نعمل هون كونتينيو انا اللعبة اللي كنت عم بلعبها قبل، ولكن بيقلنا هون خلينا بيقلنا move around تنلاقي flat horizontal surface. انا حاستعمل الطاولة حقول له هون هيك، بعدين حنقدر نكبر ونصغر. هون مثل ما شايفين هيدا الاستوديو، حنقدر نكبر ونصغر الجيم بلاي، وحنقدر نبرمه ونظبطه مثل ما بدنا. وشي ما قررنا انه هيدا المظبوط بنقول له ستارت اللعبه. بقى ستارت اللعبه هون ليكو، اول شيء حابرم شوي، يعني مجبور اوقف شوي، حابرم شوي حوالي، لكن خلينا نبرم شوي حواليها هون مثل ما شايفين نحن شويه استوديو. وهيدا هيدا الباتل جراوند تبعي. بقى اكيد في قريب، يعني شو عم اقول، في قريب ابرم حواليه. وهون انا حقول له حبلش اللعبه. بقى هون بدي دافع انا على هيدي. بقى هون بنشوف عم بيهاجموا علي، تفتش عليهم شو بدك كده. كنت ابرمه تفتشوا وينهم، عم بسمع صوتهم بس مش عم شوفهم وينهم. يا حن ها هون اذا شفتوا انا واقف بدي اجرب هيدي. يعني مثل ما شايفين هولي هون هيدا بشير مش عم بفهم شو عم بعمل. طيب خلينا نحط بوز لانه شغلي بس بدي لكم اياها على اللعبه حلوه كثير. عندنا كمان فوتو مود وين بنقدر اذا بدنا ناخذ صوره ونحط هون مثل كاركترز تبع اللعبه، فينا نجي هون وناخذ صوره. اخذت صوره مثل ما شايفين تبع الكاركترز تبع اللعبه، فينا نحطهم وين ما كان حوالينا وناخذ صوره. تعبت بس صاروا الشباب عم بيقول لي خلص خلص بدنا نخلص الحلقه. بس على كل حال مثل ما شفتوا هيدي حلوه كثير. اكيد نايتفول اي ار ببلاش، هيدا اللي اخوات انه بهاللعبه انه ببلاش، اكتريه اللعب لهم بدنا ندفع، بس هيدي ببلاش على الابل ستور وعلى الاندرويد ستور. مثل العادة احط لكم كل اللينكات تبع الابليكيشنز بالفيديو ديسكريبشن. ان شاء الله تكونوا عديتوا يعني مع كل اللي صار اللوكي لايك بوكسز اللي قطعوا خلال الحلقة. تعبت. وواحد منكم حيقدر يربح هالجيف كاردز تبع اندرويد وابل، ابل ستور وجوجل بلاي ستور بقيمة $100. و مثل العادة إذا بعد ما عملتوا سبسكرايب بليز سبسكرايب، هون تطلع شي مطرح. وأنا تعبت خلاص حموت، بشوفكم جمعة الجاي بحلقة جديدة من أريبيا.